احتفلت السفارة البحرينية في العاصمة الأمريكية بالأعياد الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 والذكرى 47 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 19 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم. كما شهد الاحتفال كذلك الاحتفال بمئوية التربية والتعليم في المملكة وسط حضور دولي مكثف للحدث الذي عقد في مكتبة الكونغرس. حضور دولي مكثف شهدته مكتبة الكونغرس الأمريكي من قلب العاصمة واشنطن احتفالا بالعيد الوطني 47 لمملكة البحرين، كما شهدت المناسبة الاحتفال بمئوية التربية والتعليم في البحرين، وهو ما يعكس حرص المملكة على إرساء قواعد التنشئة وتربية أجيال تحمل مستقبل المملكة على أكتافها. يشرفني ونيابة عن إخواني وأخواتي الدبلوماسيين بسفارة مملكة البحرين أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبركات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني. طبعاً اليوم احنا متواجدين في مكتبة الكونغرس لهدف واحد، وهو تسليط الضوء على تجربة مملكة البحرين في مجال التعليم. فاحتفلنا بمئوية التعليم وهي نقطة مهمة في تاريخ البحرين. بالإضافة إلى ذلك تم إهداء مكتبة الكونغرس عددا من الكتب، من أهمها كتاب حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الضوء الأول، والذي يعد موسوعة وقيمة تاريخية في حد ذاته من شأنها إثراء المكتب. وجدا سعيدين بالحضور وبما استطعنا توصيله من خلال المتحدثين هذه السنة. وانعكاسا للدور الذي تلعبه البحرين على المستوى الدولي، حرصت كوكبة من المسؤولين الأمريكيين على المشاركة في المناسبة الكريمة وتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات لجلالة الملك المفدى والشعب البحريني. أهنئ الشعب البحريني بعيدهم الوطني، نقف إلى جانبكم وأتشرف بتمثيل أكبر قاعدة بحرية في العالم على أرض المملكة. نقدر لكم الصداقة ونتمنى الخير لكم. بلد الثاني هو البحرين، ومن قلبي بقول بهني أهل البحرين بجلالة الملك وبهنيكم بالعيد الوطني. وتلعب البحرين دورا رئيسيا في المنطقة لتهيئة مناخ مناسب لدعم المعلمين وتوفير أفضل السبل والإمكانات لتعزيز قدراتهم، وكرمت خمسة من الكوادر التعليمية التي أثرت مجال التعليم في البحرين. البحرين دولة رائعة، الملك يهتم للغاية بتعليم الأطفال، وسنرى أجيالا قادمة متميزة في البحرين. أهنئ البحرين وأحيي حرصها على التعليم. لدي خبرة أكثر من 32 عاما قضيتها في مجال التعليم بالبحرين. ما لفت نظري هو كيفية استمرار نهضة التعليم في البحرين وحرصها على تعليم الأجيال الناشئة. أشكركم على هذه المناسبة الرائعة واختيار هذا المقر للاحتفال بالتعليم في البحرين التي أمضيت بها 38 عاما في مجال التدريس. ومن بين النماذج البحرينية المضيئة في الولايات المتحدة البروفيسور نورا لوري الحاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة جون هوبكنز وتشغل حاليا مناصب رفيعة في عدد من المؤسسات الأمريكية. أحب أهني جلالة الملك وشعب البحرين بمناسبة عيد الوطني، وأنا يعني أفتخر أن أمثل أهل البحرين في أمريكا. وأهدى السفير البحريني كتابين إلى مكتبة الكونغرس في إطار التبادل المعلوماتي والثقافي بين البلدين. هذا المجسم الثلجي لأول مدرسة للمرحلة الابتدائية التي انشأت عام 1919 خير دليل على حرص جلالة الملك المفدى على النهوض بالتعليم كركيزة أساسية لرقي البلاد. إسلام براجة، تلفزيون البحرين، واشنطن.